بتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم طقس حار رطب نهارا على أغلب أنحاء الجمهورية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتورة منار. صباح الخير على حضرتك استاذة هالة، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك، طمنينا اخبار الجو ايه النهارده، ونسب الرطوبه دي كده مستمره معانا لغايه امتى؟ هو طبعا بالفعل ما زالت نسب الرطوبه مرتفعه بشكل كبير، ويمكن ده العادي اللي بنشوفه خلال هذه الايام ارتفاع قيم درجات الحراره، لان اغلب مصادر الكتل الهوائيه القادمه من على البحر المتوسط فطبعا بتتحمل بكميه كبيره من بخار الميه، يمكن ده اللي بيؤدي لارتفاع نسب الرطوبه اللي بتتجاوز ال 95% في الاماكن الساحليه المطله على البحر المتوسط، وبتكون هي الاعلى في نسب الرطوبه. وكل ما تقدمت للمحافظات الداخليه بتقل نسب الرطوبه بشكل تدريجي، فبنلاقيها في القاهره الكبرى ومحافظات الوجه البحري ما بين 80 ل 85%، وده اللي بيخلينا نحس ان قيم درجات الحراره اعلى دايما من المعدلات الطبيعيه او اعلى من اللي احنا بنسجلها بحوالي من درجتين لاربع درجات. يعني اليوم العظمى على القاهره الكبرى متوقع ان هي تكون ما بين 35 ل 36 درجه مئويه فصل النهار، لكن احساسي بيها ممكن توصل ل 39 درجه مئويه بسبب بس وجود نسب رطوبه في الجو. فبالتالي لسه مكمل معانا الاستقرار في الاحوال الجويه لاجواء الحراره تبقى فصل النهار في المحافظات الشماليه، السواحل الشماليه والبحر هي القاهره الكبرى. طبعا كل ما تقدمت جنوبا نسب الرطوبه بتقل، لكن قيم درجات الحراره بتنتفع، فبتلاقيها في محافظات الصعيد بتوصل ل 44 و 45 درجه مئويه عظمى فصل النهار، فبالتالي الاجواء بتكون اجواء شديده الحراره بشكل في جنوب البلاد شمال وجنوب الصعيد جنوب سيناء، وده كله بيكون في وقت الظهيره كمان مع شده اشعاع الشمس. في فترات الليل مع غياب التام لاشعه الشمس اكيد بيكون في انخفاض قيم درجات الحراره، وكمان الصغرى فتره الليل بدات تنخفض، لكن نسب الرطوبه ما زالت مرتفعه وعظمى الرطوبه بتكون فترات الليل. بالتالي ايضا فترات الليل هتظل معانا اجواء مائله للحراره رطبه في معظم المحافظات، لكن هيكون في بعض الايام او في بعض الفترات الظهر خاصه مع فترات ساعات في نشاط سريع. سرعاته مش عاليه بالشكل المطير، لكن هحس فيه في المدن الجديده والاماكن المفتوحه، يعني لو في اماكن مفتوحه او في اماكن يعني مكشوفه بشكل كبير هحس بوجود نشاط الرياح يقلل بعض الشكل بوجود نسب رطوبه بيخليني احس بقيم درجات حراره اقل. عشان كده احنا دايما نصيحتنا المهمه في فتره ارتفاع نسب الرطوبه احنا نتواجد في اماكن جيده للتهويه. طب سرعه الرياح دي يا دكتوره منار هتاثر على حركه الملاحه او ارتفاع الامواج باي شكل؟ على الاقل اليوم وغدا ان شاء الله لا مش هتاثر تماما، لان هي سرعات رياح مش عاليه بشكل كبير، سرعات رياح معتدله. احنا بنقول بتنشط احيانا في بعض الاماكن المفتوحه، فهنلاقي ارتفاع الامواج على البحر المتوسط يتجاوز 60 متر وايضا البحر الاحمر، وهيكونوا مؤهلين تماما لاعمال الصيد والملاحه البحريه واعمال التنزل ده على الاقل في 48 ساعه القادمه باذن الله. كمان عندنا الامطار ما زالت بتتساقط في بعض الاماكن في اقصى جنوب البلاد، لكن احنا مع بدايه هذا الاسبوع بدانا نشوف الامطار اللي بتتساقط في جنوب ثلاثة جبال البحر الاحمر او مناطق من المناطق الحدوديه في اسوان في ابو سمبل الوادي. اليوم متوقع استمرار سقوط الامطار في حلايب الشلاتين ومناطق كمان ومنطقه الوادي الجديد، وهي في مقبلها اليوم امطار ما بين متوسطه ممكن تزيد في بعض الاماكن عن المتوسطه، لكن ان شاء الله ما تاثرش على اعمال الانشطه اليوميه. وهي ايضا امطار رعديه، الامطار الرعديه احيانا بيكون معاها رياح هابطه بتؤدي لايثار الكثبان والاذربه، فالمتوقع كمان يكون في بعض الاذربه والرماد المكسره في المناطق اللي هيكون فيها سقوط الامطار، وطبعا الاذربه ممكن تاثر بانخفاض في الرؤيه الافقيه على الطرق الموجوده في اقصى جنوب البلاد، وطبعا الامطار مش بتتقدم للمحافظات الشماليه، لان سبب سقوط الامطار هو ارتفاع التدام المداري المسبب للامطار في السودان او اثيوبيا بيرتفع في حدود افريقيا مصر العربيه او في الجنوب، فبالتالي الامطار فقط في المناطق اللي احنا ذكرناها مش هتتقدم تماما للمحافظات الشماليه. يمكن احنا بدانا نلاحظ فترات الصباح يمكن من النهارده بدات تكون في سحب كده بتلطف الاجواء وتساعد ان احنا نحس ببعض من الانخفاض في قيم درجات الحراره، لان احنا الايام اللي جايه ان شاء الله بشكل تدريجي خاصه مع نهايه الاسبوع بدايه الاسبوع اللي جاي تبدا مصادر الكتل الهوائيه
تختلف نوعا ما، نبدا نتاثر بامتداد مرتفع الاراضي الوسطى او مرتفع الاطوري مع كتل هوائيه معتدله نوعا ما عن الكتل الهوائيه القادمه مع من منخفض الهند الموسمي، فبالتالي هنبدا بشكل طبيعي جدا نحس ان قيم درجات الحراره بدات تنخفض. يعني احنا ان شاء الله متوقع مع بدايه الاسبوع اللي جاي عظمى على القاهره الكبرى، وكمان نسب الرطوبة بشكل تدريجي بشكل كبير هنبدأ نحس إن هي بتقل إن شاء الله. لكن مهم في الفترة دي ونأكد طبعا على كل السادة المواطنين لازم نخلي بالنا نتواجد في أماكن جيدة في التهوية، لأن نسب الرطوبة لسه عالية، نتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس عشان ما نحسش بقيم درجات حرارة كمان أعلى من المحسوسة. ولو اضطرينا للخروج في وقت صغير يكون معانا لقاء بالظبط، وطبعا في شبورة مائية في المحافظات الشمالية نتيجة إن إحنا باستمرار في الأحوال الجوية بتظهر فترة الصباح الباكر، ساعات يمكن تتأثر على الطرق الزراعية والسريعة والمرسمة المسطحات المائية، لكن هي غير مؤثرة بشكل كبير على حركة الجو، وهي شبورة مائية تتلاشى فور سطوع أشعة الشمس. أكيد نصائح هامة جدا، بنشكر حضرتك عليها دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. تعالوا مع بعض كده دلوقتي نتابع درجات الحرارة متوقعة النهاردة. متوقع إن القاهرة العظمى فيها تكون 36 وصغرى 26، والعاصمة الإدارية 37-27، اسكندرية 33-24، والعلمين الجديدة 32-23، مطروح 30-24، دمياط 33-27، أيضا بورسعيد هتكون 33-27، والإسماعيلية 37-25. السويس متوقع تكون العظمى فيها 36 والصغرى 26، والعريش 33-24، كاترين 32-19، وطابة 36-28، حلايب 36-31، أما شلاتين 41-32، شرم الشيخ 40-29، الغردقة 40-30، الفيوم 37-26، وبني سويف 38-25، أما الوادي الجديد 43-26، وأسيوط 41-26، سوهاج 42-26، وإنا 44-30، الأقصر 45-29، وأسوان 45-31. ودي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. ودلوقتي عودة مرة تانية لمحمد ودينا عشان نتابع فقرة صباح الخير يا مصر. شكرا ليك يا هاني. شكرا.